انت الله يهديك شويه. يلا يا جيهان. ها السلام عليكم. وعليكم السلام، سلمك الله من كل شيء. نورت كل الدنيا يا شيخنا ان شاء الله، يعني وكنا سعداء قوي 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 ان احنا عرفنا ان هنشوفك. ربنا يديك الصحه ويكرمك، ربنا يكرمك يا رب، يحفظك يا رب، ربنا يكرمك. منور الدنيا. بقول لحضرتك الله يخليك، فضلك الله. دلوقتي انا كنت عايزه اسال، لما مثلا حد من اخواتي بيديني هديه يعني ماليه كده، فانا ببقى ايه عايزه اطلع منها حاجه لله، فهل في نسبه معينه اطلعها يعني او لا؟ حاضر. دي نمرة واحد. اتنين، انا كنت كلمت حضرتك قبل فترة يعني وكده، وقلت لحضرتك ان انا يعني بعد ما والدتي توفت، فانا يعني استغفر الله العظيم ساعات كده ببقى يعني مش حلوة يعني. تمام. يعني ببقى كده مش دجرة ولا حاجة، بس بيبقى صدري ضيق يعني. تمام. فانا كنت انا قريت الايات بتاعة السكينة اللي كنت حضرتك تفضلت مرة وقلت لنا عليها. بس انا كنت عايز اسألك، هل في دعاء معين او حاجة اقولها، خصوصا ان انا ساعات برضو بيجيلي نوع من الوسواس القهري. طيب. مش حاضر. لدرجة المرض. شكرا ليك واهلا. حاضر. وسهلا، ونورت الدنيا. استرك رديك وبارك في عمرك واحفظك. تطلع هدية، من الهدية نسبة، ايه النسبة؟ براحتك، إن شئت طلعتيها كلها، إن شئت طلعتي 5% 10%، ما طلعتيش ما عليكيش حاجة خالص. طيب الوسواس القهري طبيب على طول، نروح لطبيب. طب أنا قلبي وجعني عشان فراق أمي، سبق وقلت وبقول، في ناس يا جماعة، الأب أو الأم أو الأخ أو الإبن، في ناس مهما كانت الناس حواليك محدش يعرف يعوضهم أبدا، ومحدش يعرف يملى الفراغ اللي سابوه، ومحدش يعرف يملى مكانتهم في قلبك أبدا. والدليل على كده اجيب لك دليل من القرآن. سيدنا يعقوب حواليه ولاده كلهم، مش كده؟ ده عمال يلطفه، ده عمال يدعبه، ده عمال يطبطب عليه، ومع ذلك قال ايه بعد ما تولى عنهم كلهم؟ وقال ايه؟ يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تذكر يوسف، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. مهما كان عددهم محدش قدر يملى قلبه مكان يوسف أبدا عليه السلام. علشان كده استعيني بالله، وبالنسبة للوسواس القهري على الطبيب على طول. أرجع